عشرة 16 سنة. أنا اليوم فرحانة بزاف بهذه الدعوة من طرف جمعية مكناس الغالية، والحمد لله اليوم تحت لي الفرصة باش نغني أمام الجمهور، وإن شاء الله كنتمنى نكون عند حسن الظن الجمهور. السلام عليكم، معكم سارة، وأنا فرحانة بزاف حيتاش حضرت أنا أختي لهذا الحفل اللي منظمه جمعية مكناس الغالية، والحمد لله بدينا بأول كليب ديالنا بتركيا اللي غنيناه أنا وأختي، وآخر كليب لينا تنوجدوا ليه دابا الجيل جلالة. وبفضل هذه الجمعية غادي نطلعوا سيغ سان وغنغنيو لأول مرة. أسرة وسارة، أسرة وسارة، عطيو شي كلمة للجمهور. تنشكر بزاف الجمهور اللي حاضر معنا اليوم، وكنشكر بزاف بدكم كتخلعوا ما بغيتوش تخلعوا. شكرا على وقتك. بزاف الجمعية ديال الكراس الغالية اللي صحيت لي راه التوأم ديالي باش نكبر أول مرة سوكسان ونغنيو ونطلقوا الموهبة ديالنا. شكرا. برافو برافو.